أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم متعنا بنعمتين، نعمة الصحة ونعمة الدين، وجملنا بحليتين، قلب رحيم وعقل حكيم، ولا تحرمنا للزنتين لذتين، لذة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك والذاكرين لفضلك، واغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقى، وأنت خير الغافرين. آمين. يلي مسلمانا، خدي تعالى عز وجل أم مزين كرنا بنور إسلام بنور قرآن. حمجوي خداي قو دائما نعمتا إسلام نعمتا إيمان. أم بدن حمدي خدي أي مسلمان قو دائما پیغمبري آخر زمان. او خدای گو هدایت دایما نعمتا خوش دین اسلام دایما نعمتا هر نعمت خوشتر اوا منتا هر منت مستر اوا گو ما ایمان آن یب رب عظیم ام مشرف بون بقرآن کریم. ای خدای خالق ارض و سما تو نهل امتا هادر غما ام گنه کر چاب لغفراناتنا هی ویدار رحم و احساناتنا. ام بی ایمان بین اردا محشره لپای محمد هر نحوده کفسره. ای محمد ای امام انبیاء ای تنور را روح و جان اولیاء. ام گنه کارو ضعیف بی عمال هی ویا ما عفوا خود عز و جل. ام بجاه تا خلاص من اي نبي روح جان مفدا جان تبه. قال مسلمانا ام ايرو مانا فاتحة جوالا بيش ابا هريرد بجيد دبه پیغمبر عليه الصلاة والسلام حالو جمارن قد قو خود تعالى عز وجل دبه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيني. خود تعالى دبلمش نيوي جمريا نيوي عبد مريا، يعني نيوي مزناتيا خديا نيوي جي سؤالا دعايا، ولعبد ما سأل عبد من چن پرسيج مبكي، يعني عبد من چج مبخوازي ازيد ميدا، وله ما طلبه بعينه تشتيق وبخازي هذا مقصوداي بيكين. إن كان في وقته وفي مصلحته أو تشتيق وخلت على نعمتا خو حاضر كيه قو رازيبونا خديه قو أن تشتي مظن أو قو خديج مروف رازيبه. خذ تعالى عز وجل دبي فإذا قال العبد وقت عبد بالحمد لله رب العالمين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معناه شكر شقة تشتي قنش خاص رب العالمين بها، يعني شقة وصف قنجها
لائق رب العالمين، معناه الحمد لله رب العالمين يعني حمد وشكر ووصف شقا قنجي قهنا لائق رب العالمين. خلي تعالى عز وجل دبي حمدني عبدي، دبي عبدي من حمد مكر يعني شكرا نعمتا مكر يعني وصف مدى. وإذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معنى الرحمن الرحيم أو خداي قول رحمن الدنيا رزقي هر تشتيد دي هر جانلي والق خدي رزاقا معنى رحمانا رحيما. خدي تعالى عز وجل الآخرة الرحمة القنجة المؤمنة لأهل إيمانتك. قال الله تعالى دبي وقت إنسان دبي الرحمن الرحيم دبي أثنى علي عبدي، دبي عبدي من وصفه مدى. وإذا قال مالك يوم الدين يعني دبي معناوي إنسان دبي يا ربي مالك يعني خدير يوم روش الدين روجا قيامته خديا. لأن الدنيا يجي إنسان مجازي ولرق دبي أبعرصا منا أبعردي منا أبخانية منا، أما الآخرته مجازي جي تشتكتنا هر تش بيده الخير والله على كل شيء قدير. هر تش ددست رب عالم ديه بجي وقت إنسان دبي مالك يوم الدين خدي روجة آخرته روجة حشر حسابه خدي. قال خدي دبي مجدني عبدي، دبي عبدي من بحثا مكرب خشتغالي خش. وقال مرة فوض إلي عبدي، عبدي من خسبارت من عبد من هر تشتي خوا حوالي با مفكر. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقت إنسان بي إياك يا ربي ته نعبد يعني عبادة خاصة بتبع يا ربي، أنجق إياك نعبد أنجق لايقة قوأز عبادتي تبقى شق عبادتي مني قهايا يا ربي اشتري يا ربي. وإياك نستعين يا ربي بتي ياردم، قلت ياردم منك ما كي ياردم منك. قال خديد بهذا بيني وبين عبدي، ها جبر حتى جبر بيبا إجد ناقة بين إنسان وخديد يعني انسان وجه یاردما خود گهنه خوده استمدادا خود گهنه خوده. انسان دبه چه دبه اهدین اس ایجا خودت به ولی عبدی ما سأل، دبه عبدی می چشم بپرسه بخوازه ازید میده. فاذا قال اهدین الصراط المستقيم، وقتی انسان دبه یا ربی تمجر یا راست نیخی هدايتا مبك بار يا راسوا صراط الذين أنعمت عليهم، هركز بريا مراستا أما نولو يا خديت بريا راست أويقو خدي نعمة الواكرنا قو پیغمبر صديق شهيد صالح. شنكو القرآن يفسره بعضه بعضا دا آيات كدن دا خدد بمن النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قنج هوال أو هوال. يا وقت عبد بيا ربي اهدينا الصراط المستقيم، يا ربي تمجر يا راس نيخي، يا ربي تدوام لي ريا راس برمبيني، يا ربي تدوام لي برين بدي راستي. چونکو انسان بيده الخير هر تش دست قدرت خوده ده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا ربي غير جوه ريا قوتا غزب الواكرية قو يهودينا
ولا الضالين قوشون الدلالته قفلهن يا رب تبري ما ندي ويرجي. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سئل دبي اف انسان شخور دعاتك وخذ تالت بعبد من چش مبخازي ازيد ميدا يا قلي مسلمانا ان نعمتا مظن لبا خده اسلام ايمانا وقت ام ايمان و اسلام بخازن ام دوام نش خده را راس بد یک هات با پیغمبر علیه الصلاة والسلام و یا رسول الله ده خبر اجمر بیجا و از هر مه جنته پیغمبر علیه الصلاة والسلام او آیتا قرآن جرب گوت گو قل آمنتو بالله ثم استقیم خودت قرآن داد بی قل یا محمد بیجا با ایمان بینن با اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله باي ويغوتني رسول مستقيم باي رش خدير راس بن جهر راس بن جهر تشتير راس بن يكها توانا بسليمان حيواناتك ويا نبي خدي وفي صوفي لنجي مشكا كوچك بو باكرة صوفي گوچما تلن گوی کوچ کشکان گولهات گونانی مبخوی گو تا کوچ گوچما تچوی گونانی بخوی گویا نبی خود از برچی بو اچو مگاز نان نیجی خوم اما از لی امین بو شاشکاوی ها بو یا صالح ها بو رهاوی ها بو مگوقی صالح ها اما بدزی یعنی نبردامن بدزي لابوتا تدي ام لابوتا سري مساسيت خن دمر الباقا مخص باقا مشكان نبر دامن روتك مثلا نا كفرك بالمرا نافد يعني نقوتم هرا يعني بدزي باقا مدمر لي خشكان غو جزائي اوا ويبي بيت دكتور يعني قرقشي و پاقا وی کوچکی گره تا تداوی بکی و حتا گو اف کوچک راحت ببی تیوی خواهی که کوچک گویا نبی خوده اجازه تشکی بیجم گو که بیجا گو رهی و شاشکی لی بخنه یا ساق دن کسی دی پی نوی خواپندن شولو پیغمبر علیه صلاة و سلام حدیث که خودت به ان عذاب گران اوی گو جلی وی جلی قنجانا لباسی وی لباسی قنجایا شکلی وی شکلی قنجایا اما فعلی وی خراب جبرلو امام علی جید گوتن که خودت بجی دو ای گو دین خراب کن عالمن صوفی جاهلن عالم گو نمتقی بی عالم گو نمتوازی بی عالم گو نجبوی خودی بی عالم گو غاية و مقصود بي نخدا بن او علم زرر جيرا چوكو انسان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين خدت بي از امر ودكم قوون صافي ساغلام دزگون شخدير بي وقت قو ايمان اما ساغلام بي وقت گو ام راست من ام دنیا خوشی خون ام اخرت خوشی خون بلکه ایرو جبر گو ام ندوزگونن جبر گو ام نساغلمن جبر گو نیت ما منفعتن ام دوامنی نگه نمقصود خواه مزنه نعادلت نسسر ما برکت کسب آمدن اینا كدما نحلالا زمان پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام یک شغلی حتى با پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر گو ما چاوائی درماتا احتیاجیتا گو یا رسول الله ولد که مناکم عشی مناقده گو تو چی عشید که گو لال با یکی شغلم گو بچی قاسی گو بدها گو بین حفته اما میریخ ما عجیمایی خروب دهای دارم نابه
اما پیغمبر بو مطلقه حکمت تی ده هيا مریک چو گوتا عشویران گو یومیان بین هفته آنی هفته ما هفته و چو دو تی و چون عشایی بهتر عدلی حتی با پیغمبر دیسا پرساوی کر علیه الصلاة والسلام گو درومات چوه گوغلا تام نباشا لبلش بری چطره گو بین پینجا چو با عشویران یومیا خوانی پینجا این شوی دور دورتلک چه بو مالی وی چه بو پری وی چه بون اما مرک ما عجیمایی گود به دهال اداره مند بو ویگا پینج وراقتی ندسته من پریم خلاص ناب حتا با پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام گویا رسول الله دوی حکمتی کاری جمرا بیجه چما تولو جمرا گود اما عشه من بهتر عدلی گو وقتی تا ده دستان دن كداتا نحلال تنا حلال شغلي تنا سالم شغلي تدارا ورجيبوي تده ورقة حق ندكرن او بينج ورقة ده ورقة جي ونداد كرن تفدبو نخوشي تفدبو بلا تفدبو تشقلا كدا حلال دمالي تدا او حرام وحلال تفدشو بيجي تبقاي بينج ورقة شغلي تدلغاجي بكي يومياتا ارزان بويا تلغوري بنجات شغلي كداتا حلالا او مالتا بون شيفاش ترا قالي مسلمانا وقتي قو ام كدا خو حرام بكن وقتي قو ام صنداو درواب بدنهاب ام بحلا بدنهاب مالي ما نقصان جيبي ام بيه قنج بفروشن ام كدا خو حرام دكن تفد به ایش و علمت که به جان مدا دبه بلا و تشقلت که به حال مدا دبه طیروک ناهل میوه زبزه ما چه ببه دبه لهی تفید بر خود به ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس وقتی گو بلا و تشقلتین جگنه انسانی تین يجول خود تعالى عز وجل دبي فاستقيم كما أمرت دبي وكا قعد بيجي مولو راس با وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين خود دبي از أمر ودكم قوون ساغلم بن صافي بن صالح بن قنج بن دزگون بن يقول مسلمانا خود تعالى عقبتا ما سر قنجي بن مسنه خود تعالی عز و جل ما محافظه بکش آفات و بلا خود تعالی عز و جل میلا قلب مش حرامیش گناه شست خراب دور بکی خود تعالی عز و جل ما محافظه بکش آفات و بلا خود تعالی عز و جل دین و دنیا ما خوش بکی خود ما مزین بکی با اخلاق اسلام با اخلاق قرآن بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام ولكم في رسول الله أسوة حسنة پیغمبر دبي خدي دبي محمد دا أن حياة أورنكا برنجي قنج حياة پیغمبر دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي إنسان را هر حركته وي أورنك بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفقت تاوی مرحمت تاوی جو مردی آوی تش انسانا تنبو کافر ناوی محمد دانی محمد الامین او محمد گدزگن او محمد راست او محمد قنج یا خود ما بگرینه امتا پیغمبر لپیریا پیغمبر سر اخلاق پیغمبر لسر و أسوة حسنة و أورنق قنجيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يقول مسلمانا امزح دعا شخورا بكن زارو كي خورا بكن جدي و باوي خورا بكن خود رحمة خوا الموت دي و باوي ما بكي بچقا قدر و ابچوكاتي رحم المكريا خود تعالى زريتك صالح بده ما خود تعالى إيمانك كامل بده ما حياتك خوش بده ما
خدای تعالی بدن که ساغلم بده ما خدای تعالی به ایمان برازی بونا خوا رحم بستنه خدای تعالی برحم و کرم خواه مطب داره بکی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين خاطر و امانت خدای بن خدای تعالی عز و جل ما و تفدع عفو بکی و احتیاجی که و گوچه ببه ون بخوازن حقه چه ده ام خبر دن مساج اجمه را بشینن بیوت په ام جمیل گوری ولو جوار صحبت کن ام جمیل گوری ولو و قونی اشلمش کن اگر تشتکی گو ام زانبن ام جی امیل گوری حال خواه ربنی خواه ام جی امیل جوار ازع کن جا خود ما و تفد عفو بکی خود تعالی عز و جل و صحبته بقرنج بوخوا تقبل الله منا صالح الأعمال خذي عمل ما بقرن مقبول خذي تلا بقرن السبب راضبون أخوا قوي جي منفعتي ببينن وأم جي منفعتي ببينن بخاطري وشباب من خش